السلام عليكم أصدقائي المتابعين الغاليين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ منورين يا غاليين. اليوم جبنا فيديو جديد حلو رائع، كيف استمر شوية جوز الهند شوية سمسم مع شوية زيت. كرات التمر مع جوز الهند والسمسم. أول شي طلعنا البزر من التمر مثل ما شايفين، وكمان هلا دهنا ايدينا بشوية زيت وبلشنا بعجن التمر. نعجنها على شكل التالي حتى هيك صارت عجينة تماسكة ما شاء الله. هي كمان خرج لي الماروك او لقم جوز الهند والسمسم، هي للتسلاية او حتى على الافطار نفطر بيها. وتعرفون فوائد التمر ما شاء الله، منه في الانواع كتيرة ومفيدة ما شاء الله. هيك نسوي اللقمة على شكل تالي، لقمة صغيرة ليس كبيرة، يعني بحجم راس اصبع الابهام. هيك نحط السمسم، السمسم بعدين نحطها هيك بالصحن على جنب. شوفوا ما شاء الله مزه جميل ورائع. هيك كمان حطينا جوز هند، حطينا على الطرف. يعني مكونات بسيطة وخفيفة ومتوفرة في كل منزل. هيك لقم صغيرة، حطيناها بجوز الهند بهالطريقة ما شاء الله. هيك حطينا بالسمسم، منظر ما شاء الله عن جد جميل ورائع وبشهي وغير فوائد التمر. هي بتصير تستسلي كمان حتى للأطفال للكبار حتى كمان. يعني شي رائع وجميل وغير مكلف ومتوفر في كل منزل، وما شاء الله شكل رائع وشكل جميل. ولسه اجمل لما نحطه على السفرة ما شاء الله. شوفوا أصدقائي كيف طالع منظره، شكل جميل ولسه طعمته ما ألزه ما شاء الله. طالع شكل منظر بيجنن. ما شاء الله هذا بيكون شكله بعد ما خلصناه، شكل ومنظر ولسه طعمه ما اطيبه. وان شاء الله يكون الفيديو على اعجابكم يا غالين، وانتظرونا في الفيديوهات القائمة. ولا تبخلوا علينا باللايك والشير والسبسكرايب، اعجاب
اشتراك وتفعيل زر الجرس، وانتظرونا في الفيديو القادم.